اتفضل. مهندس محمد حسين، شغال في شركة مقاولين العرب، مهندس كهرباء تنفيذ. الكورس رتب لي أفكار كتير، ساعدني برضو في حاجات أنا مكنتش واخد بالي منها في الشغل. لا أنا حاسس إن الفترة الجاية الشغل بتاعي هيبقى أحسن وهتميز كتير في الحاجات اللي اتعلمتها هنا. ممكن حسيتش إن حاجة ناقصاني في الكورس، أو ممكن شوية الوقت مجهود شوية، بس لا بس حسيت بالآخر إن أنا استفدت منه كتير بشكل كبير.